مش كلنا من المؤمنين بتأثير حظك اليوم على سير حياتنا، وأنا كمان من غير المؤمنين بده، لكن انتمائنا لبرج معين له تأثير على صفاتنا؟ يبدو كذلك. مواليد برج العقرب في كرة القدم كمان ليهم صفاتهم الخاصة، عشان كده مش غريبة اجتماع لفيف من عظماء كرة القدم في انتمائهم للبرج ده تحديدا. كل برج ليه صفاته، وبرج العقرب كمان ليه صفاته اللي انعكست على صفات نجوم الكورة المنتمين ليه. الانتماء بين كل الصفات، يمكن الانتماء هي الميزة الأهم لمواليد برج العقرب. أليساندرو ديل بييرو ضرب أكبر نموذج انتماء في الكورة سنة 2006، كان بطل كأس العالم مع إيطاليا، وفي نفس الوقت بيصدر قرار بهبوط يوفنتوس للدرجة الثانية. رغم كده رفض كل العروض وفضل الاستمرار مع ناديه. عبد الحليم علي في مصر كان عارف إن الموسم الجاي هو الأخير ليه مع الزمالك ومش هيتجدد له. اتعرض عليه الانضمام للأهلي الأقوى بفارق كبير وقتها، لكنه رفض. ولما استغنى الزمالك عنه قال مش هقدر أحط تشيرت تاني غير الزمالك على جسمي. سمعنا كمان عن لاعبين كتير قضوا مسيرتهم كلها في نادي واحد، لكن أحمد رمزي مش بس ملعبش إلا في الزمالك واعتزل فيه، ده كمان رفض يشتغل في أي مكان تاني بعد الاعتزال، يا إما الزمالك يا إما مفيش. التركيز على الهدف. اتعودت ألعب مع فان باستن، سألته ازاي بصيرك الكورة؟ قال لي بصيرة في أي مكان وملكش دعوة، أنا حجري واتصرف. بالتصريح ده وصف كارلو أنشيلوتي زميله السابق ماركو فان باستن. فان باستن مش بيركز على حاجة غير الهدف المحدد، وهدفه هو المرمى. هدفه في الاتحاد السوفيتي بنهائي يورو 88 أحسن دليل. الهروب بطرق غير اعتيادية. الصفة الثالثة هي الهروب، مش الهروب الجبان، لكن الهروب بدهاء. هروب مواليد برج العقرب بيكون لتحقيق أهدافه، مش للهروب من مشاكلهم، ويمكن دييجو أرماندو مارادونا هو أفضل من يطبق الصفة دي. مواليد برج العقرب حسب علماء الفلك بيتميزوا كمان بالطموح الكبير لكن الأخلاقي، وتفضيل الطرق الشرعية للوصول لأهدافه. مالكش دعوة أنت مارادونا بالكلام ده. قوة التحمل. سنة 2001 وهو في عمر 35 سنة انضم لورابلا لمانشستر يونايتد، البداية على أسوأ ما يكون. 5 مباريات ب5 هزائم أمام فرق بولتون، ليفربول، أرسنال، نيوكاسل وتشيلسي. حط أول حرف من اسم كل فريق جنب بعضهم هيكونوا اسم بلان. بالطريقة دي بقى لورا بلان أضحوكة الجماهير كلها. لورا بلان صبر وتحمل النقد، استلم شارة قيادة الفريق أحيانا، وفي النهاية توج مانشستر يونايتد بطلا للدوري. محفز. قائد البرازيل في كأس العالم 94 و98 كان واحد، كارلوس دونجا. دونجا قاد زمايله لللقب مرة والنهائي البطولة مرة تانية. في مصر عندنا كمان واحد من نماذج التحفيز لزملائه، طارق حامد عود زمايله أنا ممكن أموت نفسي عشانكم في الملعب، بس في المقابل مش هسمح لحد فيكم بالتهاون. يجيد اتخاذ القرار. بابلو أيمار من مواليد 3 نوفمبر المنتمين لبرج العقرب. النجم الأرجنتيني تميز باتخاذ القرارات الصائبة في مسيرته كلها، ويمكن ده اللي زود من شعبيته. إيمار تألق مع فالنسيا، ولما ساءت الظروف هناك اتخذ القرار الصحيح وانتقل لريال ساراقوستا. بعد سنتين مع ساراقوستا ما خافش من خطوة الانتقال لدوري أضعف، انتقل لبنفيكا وهناك صنع تاريخ جديد وشعبية جارفة، وفي النهاية كان قراره الأخير بالاعتزال في ريفر بليت حيث بدأ. في مصر كمان ممكن يكون أمير القلوب محمد أبو تريكة هو أفضل مجيد لاتخاذ القرارات. أبو تريكة في مسيرته اختار دايماً الانحياز للجمهور، عشان كده الجمهور عمره ما خذله. يقرأ الأفكار. مش محتاجين نتكلم كتير في النقطة دي، محمود الخطيب بهدفه الشهير جداً في تونس بيوضح لك الفكرة. صبور جداً. لما يكون والدك هو بيتر فما فيش مفر يا كاسبر غير إنك تكون عظيم، فما بالك وإن تقاسم الأب والابن بيتر وكاسبر شمايكل الشهر. قال شمايكل من مواليد برج العقرب، والصبر من سمات البرج ده. كاسبر شمايكل صبر على التواجد في ليستر سيتي، وفي النهاية كانت المكافأة بلقب دوري تاريخي وإعجازي. ما اكتفاش بكده، وكمان كان حديث العالم بتصدياته التاريخية مع الدنمارك في كأس العالم 2018. الصراحة. آخر صفات برج العقرب وأهمها هي الصراحة، وإذا ذكرت الصراحة ذكر مارادونا. مارادونا غش انجلترا بهدف بإيده في كأس العالم لكن خرج وقال أيوة بيد العدالة قصاد المحتل الإنجليزي لبلده.